أحباب المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وبمتابعتكم لحلقة جديدة من سكة وتر، هذه السكة التي تخيرنا أن تكون أولى خطوات في معية وصحبة الفنان الكبير طيب عبد الله. نحن سعدنا من خلال الحلقات الفائتات ونسعد كثيرا بأن نواصل في هذه الحلقة محاولات القرب أكثر، لا أقول حتى التوثيق، من مسيرة أستاذنا الطيب عبد الله الكتابية واللحنية والإنسانية. سعدين بوجودك معنا مرة ثانية أستاذنا، أهلا بك كثير. وأنا أسعد يعني بوجودي معكم وبقناة الشروق وبوجودك معنا وبوجود هؤلاء الأساتذة الفنانين العظيمين الذين شاركوني فرحتي، وهؤلاء الفنيين أو الفنيون الذين يعني من خلف الكواليس أسعدونا بهذه السهرات الجميلة. وكذلك يعني أتمنى للمشاهدين خارج الاستوديو أن يقضوا معنا أوقات يعني فيها شيء من السعادة، وأن لا نكون ضيوفا ثقيلين علي. كالعهد بك يا أستاذ، كنت دائما المروح عن كل الأفئدة والقلوب. الله يخليك. فأنت تواصل هذه المسيرة وهذا الاتجاه، سيف جملت السماوات سكة وتر عبر الحلقات الفائتات، وهذه الحلقة أنا وعودة ترحب بك مجددا. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين. وكما أسلفت يعني أنا كل سعادة أن أكون يعني في هذا الاستقبال وهذا الاحتفاء الذي هو في تقديري جهد المقل في الترحيب بمقدم إنسان فنان في جمال الطيب بعد هذه 20 سنة المريرة. يعني أخيرا ليس آخرا، بذات الحرارة الأولى، الموسيقار الأستاذ أنس العاقب، أهلا بك كثير وأنت ضيف كريم عبر هذه الحلقة وسكة وتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا جدا يا أخت سلمى، وكنت يعني سأعتبر نفسي غير محظوظ إذا ما دعيت لهذه الحلقة، باعتبار أنني ألتقي بواحد من الذين يعني توكأت على تجربته في تجربتي أنا الشخصية قبل أن ألقاه يعني أستاذنا الكبير الطيب الله، والتقينا وأصبحنا زملاء برغم الفارق بيناتنا يعني في المكان وفي الوسط الفني. لكن مبلغ سعادتي انه عوده الاستاذ الطيب عبد الله الى الوطن تشكل بالنسبه لي انا يعني دافع لكي اعبر عن ما يجيش بداخلي، لانه انا كنت افتقد صديقي استاذي الله يخليك الاستاذ الطيب عبد الله، وايام قضيناها معا في أم درمان وسط الرياحين، وسط التصفيق، وسط الترحاب، وسط الأهل وكذا. فعودة الطيب عبد الله بالنسبة لي هي عودة روحي أنا إلى 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 روحي يعني، وعودة الروح أيضا إلى جسد الأغنية السودانية. ولذلك أنا أفتكر إنه الآن نحن يعني بعودة الأستاذ الطيب عبد الله والمستوى اللي قدم به، أنا أعتقد إنه نحن والشروق يعني هي سباقة في هذا المجال، نستشرف مرحلة جديدة من مرحلة الغناء السوداني، على الأقل نحرك الغناء الجميل اللي طمرته النسيان والظروف اللغة. أنا سعيد جدا، ويبدو أني أطلت في الحديث، لكن أنا سعيد بأني أكون في معيتكم هنا في ترحاب بالأستاذ الطيب عبد الله. اهلا بك يا دكتور، اهلا بك كثير، سعيدين بوجودك معنا من خلال هذه الحلقه. استاذنا طيب عبد الله، يعني انا لما اتحدث ما عايزه اقول يعني كلمات او الحان او اداء، انا اقول موسيقى طيب عبد الله يعني تبدا من الروح مرورا بالقلب وصولا الى اللسان واستقرارا في افئده المحبين والمتلقيين. هذا الدفق الكتابي وهذا المعين اللحني
هذا الطرب اللي شهدناه طيلة السنوات في مسيرتك الفنية، لو ابتدأنا بما ما تبتدي به الأغنية عادة وهو الجانب الكتابي، يعني الكثير من الفنانين في الخارطة السودانية الغنائية هم كتبوا ولحنوا وأدوا، يعني في أمثال عديدة. هل هذا الاتجاه يجعل العمل عموما وحدوي الكيان، يعني يخرج مباشرة إلى متلقي مكتمل من ناحية المشاعر، الأحاسيس، التركيب، التصحيح، التجويد، التدقيق، يعني هل تشاركني في هذا الاتجاه؟ نعم، أنا طبعا أولا أشكرك جدا على هذه المفردات الراقية في حديثك، و مجال الموسيقى مجال واسع ومجال يصعب على الإنسان أن يصل فيه إلى نهايات. أمامنا الدكتور أنس العاقب وهو الخبير في هذا الشأن يعني أكثر مننا، ولكن في النهاية أنا بفتكر إنه كل لحن يلامس وجدان الناس ويرقى بذوقهم ويمتعهم ويشعرهم بأنهم فعلا مرتبطين بهذا اللحن، أنا أفتكر أنه ده فتح من الله سبحانه وتعالى على من أتى باللحن، وفي نفس الوقت أنا بفتكر أنه ده يرجع لرقة إحساس الشخص الذي يؤلف ومدى فهمه لرسالته تجاه الآخرين يعني. والوعي يعني الوعي المؤلف للحن يعني مرتبط بأشياء كثيرة، من بينها رقة الإحساس عند الشخص نفسه، وفي نفس الوقت مدى فهمه لما يعني يشعر يقدمه للناس والناس تسعد به. نعم، أنت قلت إنه رقة الإحساس، يعني لو يعني استعرت منك هذه العبارة أو هذه الجملة للحظة، أنت صاحب الإحساس وكلك إحساس، وأنت اليوم تخاطب أحبابك، جماهيرك. نعم. نعم. غياب طويل يمتد. نعم. لأكثر من عقدين من الزمان، وما زلت أستاذنا الطيب عبد الله كلك إحساس. الله يخليك. هنستمع لأولى أغنياتي في هذه الحلقة بصوتك، ونرجع نعقب على الكثير من جزئيات سنوات الغرب، الغياب، الكثير من المحاور في الانتظار، لكن نستمع. نعم. يا رغي كلك إحساس، يا رغي كلك إحساس، خوفي عليك من عين الناس. يا رغي كلك إحساس، يا
يا راقي كل إحساس خوفي عليك من عين الناس. بداوي الجروح وفيك بسمات تشفي الروح عليك كلام بداوي الجروح وفيك بسمات تشفي الروح كم عاشق في هواك مجروح كم عاشق في هواك مجروح كم عاشق في هواك مجروح بحبك ما قادر يبوح واحدين قالوا جبينه نهاي واحدين قالوا جبينه نهاي واحدين قالوا خدود أزهار روح أطفال براءة وطيبة روح أطفال وفيك الناس بتشوف الفال لو قلبك طوعني ومات لو قلبك طوعني ومات
لو قلبك هواني ومال لو قلبك هواني مال كنت أقول المال انطال الصندل عطر الأفراح الصندل عطر الأفراح الكازيات الهيبة وشا الكاسية الهيبة ويشا لون خدك يا التفاح لون خدك يا التفاح لون خدك يا التفاح كل شاب عينيك انت لك إحساس راقي وكلك إحساس يا راقي كلك إحساس وفي عليك من عين الناس وفي عليك من عين الناس خوفي عليك من عين الناس خوفي عليك من عين الناس خوفي عليك من عين خوفي عليك من عين الناس خوفي عليك من عين خوفي عليك خوفي عليك من عين الناس اهلا بكم من جديد واهلا بك استاذنا طيب عبد الله وبحضورك وبصوتك وبجمالك وباحساسك بيناتنا في بلد يحتاج كل الذي تحمل من طيبة ومشاعر وقدرة على العطاء في مراحله المختلفة. دكتور أنس يمكن في جزئية برضو أكيد حيشاركنا فيها الأستاذ الطيب عبد الله إنه مكان من القوة ربما تكون في بعض الأحيان في الكلمة أو ربما يحمل اللحن أو الأداء هو الذي يحمل ما سبق. هل يمكن أن تتساوى مكان من القوة في كل المراحل بدرجة مختلفة بحيث يصعب أن نقرر أيهم الأقوى في ثالوث العمل الغنائي؟ الإبداع طبعاً ما عنده قواعد محددة
لكن عنده ما يمكن أن نسميه الإرهاصات، التجربة، الإحساس الداخلي بتاع الإنسان. أحيانا تتساوى مثلا كلمات ممتازة جيدة معبرة، زي ما تفضل الأستاذ طيب عبد الله، معبرة عن شجن، معبرة عن عاطفة، معبرة عن إحساس، وتلحن تلحين جيد جدا وينسجم مع معنى المعنى الجواني زي ما أنا بقول دائما للكلمات، وتؤدى أداء جميل جدا في نماذج كثيرة جدا حتى عند الأستاذ طيب عبد الله. لكن احيانا طبعا يقول لك الغناء ده الغناء دي سمح لي وما سمح لي، لانه في حاجه بين السالوس كده ما 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 منسجمه في التركيب. يعني قد يكون صوت الفنان، صوت الاداء او الموسيقى ما معبره كويس، او التنفيذ ما كويس، لكن في النهايه الاغنيه هي يعني. يا دكتور خطر لي سؤال من خلال حديثك. نعم. يعني المنظومة للأغنية هي الكلمة واللحن والأداء. نعم. لما يكون في جزء أقوى من الأجزاء الأخرى هل يعتبر إضعاف للعمل بشكل عام؟ يعني لما نحس إنه والله اللحن أقوى من الكلمة، أو حتى من ممكن هو مرتبط بالأداء. والله طبعاً دي مسألة يعني قوة طرف من الأطراف يضعف العمل بشكل عام. مسألة نسبية يا أستاذة، يعني ما طريقة أنت اللحن أقوى، واحد بفتكر أنه اللحن أقوى، الموسيقى أقوى، لكن يعني ما هي دي المشكلة في التذوق. يعني أنا مثلا أقول لك بصراحة، مثلا في مقدمات موسيقية أنا أفتكر أنها من أجمل المقدمات، مثلا في زاد الشجون، أنا بفتكر أنه هذه المقدمة الموسيقية بتاعت الأستاذ محمد الأمين من أجمل المقدمات الموسيقية، لكن اللحن الداخلي حاجة تانية. دي وجهة نظري أنا. في ناس بيفتكروا العكس، ولذلك هي ده الجمال في الإبداع، في أنه واحد يفتكر كده والثاني يتزوق كده وهكذا. فبعدين ما بنقدر نحكم نقول والله اللحن هنا ده أفضل من الكلمات والكلمات أفضل من الأداء، ده مترك للنقاد. لكن الذائقة هي عموم بتاخد الأغنية كلها مع بعض وتنسجم معها بحسب ردة فعل المستمع ذاته. السؤال اللي أنا سألته يعني تعقيبك على شنو يعتبر مرحلة من المراحل هو المتوقع والطبيعي أن تكون الأقوى بداء بالمفردة باللحن. أنا حجاوب، أنا حادخل مباشرة للحكاية. هي أعطيني نصا أولا، فكرة النص جيد هو الذي يدفع إلى التلحين. أصلا لو لم يكن النص قويا ما حتحصل أغنية من أساسه يعني. يلا بعد كده أيهما الأكثر تأثيرا؟ ده عنده علاقة بالتذوق زي ما قال الدكتور أنس. مثلا يا راقي وكل لك إحساس الهسة سمعناه قبل شوية دي، يعني لو ما كان النص الجميل ده ما جاءت الموسيقى الجميلة دي، خصوصا لو ما كان صاحب الإحساس بالأصل. أيوة يعني لو ما حس بالإحساس ده كله ما كان طلعت الحكاية دي بالجمال ده. فبعدين في خاصية أخرى مهمة جدا جدا، اللي هي خاصية المعلم لدى أستاذنا الطيب، اللي هو بيعرف ماذا يؤثر وماذا لا يؤثر، وكان من ناحية نص أو من ناحية موسيقى يعني. أستاذنا طيب، يعني حالة العصف العاطفي المتمثل في الكتابة أو المتمثل في المشاعر بالأصح، يعني العصف العاطفي لحظة الإحساس، الجهد البلاغ المتمثل في الكتابة، مرورا بالمرحلة الأخيرة مرحلة الشجن اللي عودنا على أستاذنا طيب عبد الله، في هذه المراحل اللي أنت كنت صاحبة في كل مرحلة، أنت صاحب المرحلة بعينك، أيهما كان لها الأثر الكبير في استمرار عمل في تلقي الجمهور له؟ هل تعتقد أنه كلمات الطيب عبد الله أو ألحانه أو أداؤه كان العنصر الرئيس والأساسي والأقوى في تقبل الجمهور للأغنية؟ يمكن إلى حد كبير بختار النص، وبحس بأنه هذا النص يجب أن يلحن بلحن يشبهه أو على الأقل متساوي له حتى يعني تكتمل الصورة بالثالوث اللي هو الأداء وتصل للناس كشيء. بتمنى دائما أنه يكون هل ده أستاذ بيخلي أنه اللحن هو القصيدة الموازية؟ والله ما أعرف، أنا شخصيا بأخذ المسألة كلها
إجمالي يعني باخذ الكلمة وبحاول بقدر المستطاع إنه أديها ما يتفق معاها من إحساس. أحس أنا بيتفق مع المفردة ذاتها ومع الكلام وأقدمه للناس. وبعد كده في كثير من الأحيان بوفق يعني ربنا بيوفقني في هذه الحالات. طيب يعني هل ألحان معينة تصبح أجمل في حال غنتها أصوات معينة؟ يعني اللحن هو اللحن والأصوات على اشتراكها في الجمال، لكن نعم. تتنافس أو تتميز أو صحيح. تختلف. هل لحن معين يمكن أن يصبح أجمل إذا ما غناه صوت معين؟ أيوة يحدث. يعني أنا في كثير من الأحيان بسمع أصوات بتغني الأغاني بتاعتي أحسن مني، بتغنيها بطريقة أجمل مني، يعني بتضيف لها أشياء أجمل. وبفتكر إنه ده بيرجع طبعا لخاصية الصوت أو معدن الصوت من كل فرد للآخر. يعني جمال الصوت وقوته وسلامته وذكاء المؤدي أنا بفتكر بيجعل من اللحن حتى يمكن في كثير من الأحيان أحسن من صاحبه اللي ألفه. يعني دكتور أنس، يعني الصوت البشري الآلة الموسيقية الأجمل بين الآلات المصنوعة والموضوعة. عطفا على إجابة الأستاذ الطيب عبد الله وأيضا على سؤالي، يعني ما الذي يجعل أصوات معينة قادرة على إيصال إحساس ولحن أكثر من غيرها؟ هل طبيعة الآلات المستخدمة نفسها أو ربما أنت الذي سيجيب؟ أولا طبعا يعني أعلق سريعا كده على ما قاله أخونا الأستاذ سيف في أنه هل أحيانا اللحن يكون هو نص parallel للقصيدة. طبعا حاضر مثال للمسألة دي بأغنية يا فتاتي لاحقا. يعني هو في الصوت البشري هو مش الأجمل، هو الأكمل، ده لأنه خلقت ربنا. ثم تجي الآلات لتقلد الصوت البشري، واللي ما يستطيع أن يغل يعني يؤدي الصوت البشري في الحدة والغلظة يتعمل له آلات عشان تغطي الصوت البشري. فعشان كده يعني الآلات ما بتقدر تغني تقول الكلام، الآلات هي تساعد في تعميق. والله مرات بتقول والله يعني ما بتجي تقول قالوا لي أنساه، ما بتقول مش كده يعني، لا تفصح باللغة يعني، لكن ما هي اللغة الموسيقى لغة يعني، اللغة الموسيقى يعني. لكن الغناء هو غناء ليه وساهل ليه؟ لأنه هو الشعر بيصل للناس سريع، لما يتلحن بيبقى أسرع، لما يتأدى جيد جدا بيكون هو وصل لدرجة أعمق. فأفتكر إنه وتفضل أستاذنا طيب عبد الله يعني قال والله في ناس بيغنوا أفضل مني، وده يعني تواضع منه، لأنه في النهاية اللحن الأصلي حق الأستاذ طيب عبد الله. بيبقى المؤدي الثاني مجتهد، هو سكن صوت يعني فكرة ثانية يعني اجتهد يعني يمكن زاد درجتين في الأداء، عمل حاجات عالية من صوتك شوية وبتاع كده، دي زي ما قلت بذكاوة. لكن في النهاية الصوت الأساس أو الصوت الكور بتاع الأغنية حق المؤلف الأولاني، مش الملحن، المغني. الملحن ده ممكن أنا أي زول أغني الأغنية بشكل يديها لطيب عبد الله يغنيها بشكل يديها لي حس البلد دي ما بقت كده الأغنية غنوها كم واحد يعني، دي حاجة ما ترند جديد يعني. فأنا أفتكر إنه الصوت البشري ودي حكمة إنه ما في صوت بيشبه الثاني. صحيح. عشان كده يقلد الطيب عبد الله ما بيقول زي الطيب عبد الله، وما بيقلد وردي ما بيقول زي وردي. صحيح. ما يقلد سيف الجامعة ما بيقول زي سيف الجامعة. يعني يستحيل وجود أصوات متطابقة؟ يستحيل. نهائي. بصمات، حسي دلوقتي بقى الصوت بصمات، بقى البصمة صوت مش البصمة بتاعت اليد، بصمة عين برضو شايفة. بصمة عين نعم، وبصمة أن قالوا دي آخر حاجة كمان بصمة. لكن علميا لا تطابق في الأصوات مطلقا. لما تجيب الويفز كده تخطيها ما تلقى
يعني ما في 100% صوتين مشبه بعض. حتى التيمان صوته ما متشابه. ايوه، فعشان كده الابداع ربنا اداني مساحه كده بتاع الناس يكونوا مبدعين يعني. فجبالك انا يعني الكلام اللي قاله الاستاذ سيف انه في الحديث عن سادة عبد الله واساليب تلحين وكده، فانا لاحظت يعني اجتهدت في انه الاغنيه بتاعت يا فتاتي مالي الهوى بلده كل قلبي حب في الحب يبترد كلها دال مرفوع دال. فهي كده يا دكتور هتقول لنا نصا كده بس هيغني اوريكم ليه عمل شنو. فالقصيده هي ده ما طويله، او اذا كانت طويله ده الجزء اللي تلحن. لكن القصيده في النهايه هي عباره عن تعبير انساني لمدى انسانيه الحب لاي انسان في الدنيا، كان ابيضا او كان اسودا. فزول بيقول يا اخواننا الحب ما بيعرف الوان. طيب التعبير حيكون كيف؟ حيكون بحزلقه كده والله كده وما عارف شو نعتقد وينبصغ من ذلك وكده ولزمه بيجاي ومقدمه بيجاي، والله زول بيتكلم كلام انساني لزول بيقول له يا اخي ما كده الحب هو كذا الحب هو كذا، ليه انت زعلت؟ انا ما برضو عندي بلد وبنحب وفي بلدنا بنحب بعض وكده وعندنا مستقبل زي ما عندك مستقبل وعندنا كده في كده في كده كلامي ذاته. فقام الاستاذ طيب عمل شنو؟ عمل الاتي، زي ما في زي ما في بيبترد وغد الدالة الروي ده، قام عمل روي بالعود باللحن بقى كلها زي بعض. يعني مثلا عمل قافية موسيقية، عمل قافية موسيقية يا فتاتي يا فتاتي ما للهوى بلده كل قلب كل قلب بالحب يبترد وأنا ما خلقت في وطن في حماه الحب طهر فلماذا أراك ثائرة وعلى ما السباب يضطرب لأن السواد يغمرني لأن السواد يغمرني ليس لي فيه يا فتاة غير ليس لي فيه يا فتاة يد المهم الصوت ده زي هو طالع الدال في الشعر بلده صول بلده ايوه فحاجة عجيبة جدا. ربما سلطين ما المسألة ما 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 كان قاصدة، لكن هي من وحي الكلمات. قبل نرجع من وحي القصيدة اللي انت قلتها اعطيني نص ان القصيدة بتحكم لقاع الداخل بتاعها بيحكم معناها بيحكم. يعني ما كان ممكن طيب يقول مثلا يا فتاتي ما للهوى بلد كل قلب بالحب يبترد، ممكن ما خلاص بقى المسألة
أخذت شكلي آخر. فسهولة عشان التعبير يكون سهل. وبعدين طبعا ألحان الأستاذ السهل الممتنع، البساطة، العمق، زي ما قلت لك صوته مخملي كده، فلما يغمس في إحساسه زي ما قلت يطلع من القلب وبعدين كاللسان وهكذا فيصل. فبيصل القصيدة دي ما دي قالت للسودانيين لأنه كلنا سود، قالت للبشرية. ده واحد من الجماليات في أن البساطة اللحن ممكن يحفظها أي زول في الدنيا، أي زول يحفظها، لأن ما فيها عقد. لما تترجمها أنا بخيالي لو ترجمناها بالإنجليزي اللحن برضو يكون كده، بالضبط يعني ترجمنا اللحن لازم كان يكون كده. فدي واحدة من الحاجات يعني طبعا ما حقوم يعني بوصفك مترجم وملحن اقوم لك عمل لنا هسه، لا ما لكن قصدي يعني انا قصدي فانه دي واحده من الحاجات اللي من الحاجات الخصائص بتاعت الموسيقى. انا بتكلم من ناحيه علميه. ورجل احنا تلاميذك يا استاذ ولا يهمك ولا لا لا احنا ما في بحضرتك احنا سعداء بك يعني سعداء بك وافتكر بارك الله فيكم يا اخي. انا سعيد اني اسمع الكلام ده وسعيد بأن يعني قدرت أوصل للناس شيء يعني يسعدهم على الأقل يعني. أشكركم جداً جداً. ده واجب طبعاً، ده واجبنا يعني في يعني نحن دائماً نقول إنه الأستاذ الطيب عبد الله بعودته هو لا يبدأ من الصفر، هو يحمل معاه تاريخ متميز بالعطاء بالتجديد، ونحن محتاجين ينعشنا هذا زي ما قال استاذ سيف ينعشنا عشان نحن عايزين نبعث من جديد الغناء الجميل بتاع الزمن الجميل. استاذ طيب يعني وجع الكتابه، انت قلت دائما كل قصائدك بتتبني على تفاصيل شخصية أو أحاسيس ذاتية، وبالتالي الصدقة يجعلها تخرج من القلب لتصادف القلب الآخر المتلقي بالصدق وبسرعة وشفافية. الارتحال عن وطن، الغياب عن أحباب، الابتعاد عن موطن وأصول وجذور، ربما أقوى الأحداث الإنسانية التي يمكن أن تمر بإنسان، خاصة إذا كان هذا الإنسان إنسان شفيف وفنان. 20 سنة من الغياب، يعني غادر الطيب عبد الله هذا البلد في أوج النجاحات. لا أقول يستبدل حضن الوطن ببرد الغربة، لكن الذي حدث أن 20 من السنوات حرمتنا من الطيب عبد الله. نعم أنا معك وأتفق معك في كل كلمة قلتيها، وأنا تحرمت برضو من الوطن وتحرمت من أحبابي واحترمت من أصحابي واحترمت من الناس اللي بحبوا الطيب عبد الله، ولكن هنالك يعني أسباب ودوافع قوية في كثير من الأحيان بتكون خارج عن إرادة الإنسان، وما في ملاذ أو في مخرج غير أن الإنسان يستجيب لهذا الداعي، داعي الغربة يعني. وهي ما في أكسى من أن الإنسان يبتعد عن وطنه ويبتعد عن أهله وعن أحبابه، وخاصة الفنان بالذات يعني الفنان المغني، الفنان الشاعر، الفنان الأديب. أنا لا أؤمن بأن الغربة قد تعمق الإبداع أبدا، بالعكس الغربة تأخذ من الإنسان كل شيء ولا تعطيه شيئا أبدا. يعني المعروف إنه يعني إنسانيا الإنسان يغترب لتحقيق غايات أو ربما هروب من مآلات تتحول إلى هجرة عندما لا نحصي السنوات أو نحدد ما هي أهداف هذه السنوات التي تعتبر خصما على حياة الإنسان، خصما من وطنه ورصيده الإنساني والحياتي. هل ضاع الطيب عبد الله ما بين الاغتراب والهجرة، أو ربما ارتحل لفقدانه هذه المآلات التي كان يأمل إليها ويطمح فيها؟ والله هي أسباب لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني يمكن الخوف فيها والكلام عنها ليس من
سهلة علي أن أقوله، لكن دوافع كانت مو لما هي يعني دوافع كانت أقوى من إرادتي واحتمالي وصبري، و يعني لم أجد خيارا أمامي سوى الهروب إلى الغربة. هربت، أقول لك بكل صراحة، هربت لكي أجد لنفسي مكانا يعني ربما يكون أرحب وأوسع مما أنا كنت فيه. يعني بعد رجوعك بعد كل هذه السنوات بالتأكيد حفاوة الاستقبال، حرارة اللقاء، صدق افتقاد الناس لوجودك بيناتهم لعشرين سنة، ما أدك الإحساس أنه عشرين كانت كثيرة بعد كل الحفاوة والاستقبال؟ لأنه هذا هو الشعب السوداني، هذا الشعب العظيم، الشعب الرقيق، الشعب الذي يعني يحفظ الجميل والعرفان لكل المبدعين ولكل من خطت يده يعني بصمة في تاريخ هذه الأمة الراقية العظيمة. أنا يعني حملت السودان معي وحملت جمهوري معي في أعماقي، ولم أنفصل عنهم بالرغم من طيلة هذه السنوات، ولم يخالجني الشك في يوم من الأيام أنه إذا رجعت للسودان أشعر بأنني يعني أصبحت منسيا، يعني لأني أنا عندما كنت يعني موجود قبل يعني هاجر كنت أشعر بقيمتي عند الناس وأشعر بقيمة ما قدمت للناس، وحتى وأنا في الغربة كنت أشعر بأنه طيب عبد الله كان حاضرا يعني روحا وإن كان جسدا خارج الوطن. لا يمتلك ولا يملك هذا البلد وناس وشعب والساكنين عليه بشرا وكل الكائنات التي تستنطق الجمال وتحس إلا أن تفتح الأحضان مشرعة لاستقبالك وفي كل الأزمنة وفي كل الأوقات. أستاذنا الطيب عبد الله الغرب حارة، وفي الحلقة دي لزمنا الصبر. أغنية جديدة 2007 في أغنية اسمها أبوي الشيخ ود بدر. أبوي الشيخ ود بدر بتكر كمان دي لها قصة إذا كان سمحت لي أقولها ولا أعقب عليها بعد ما نسمع أول ونحكي عنها. طيب تفضل. تفضل. أبوي الشيخ ود بدر، أبوي الشيخ ود بدر، يتلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ لمر. أبويا الشيخ ود بدر، أبويا الشيخ ود بدر، يتلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ نمر. سألت منها ناس قرابة قالوا لي مكتوب كتابة،
وين اقبل وين اروح. ابويا الشيخ واد بدر، ابويا الشيخ واد بدر، جيتك تلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ نمر. دايرة بالحلال، حبيتها دايرة بالحلال، حبيتها دايرة بالحلال، أبواتها قالوا له مو حال، حبيتها دايرة بالحلال، درب الوصال لي استحال، من يومي قاك وانا حالي حال، ما لي غير أبكي ونوح. عشق صبيا عنيد خلاني بوي ما بكون شديد، الفاني قبل الروح تروح. ابويا الشيخ واد بدر، ابويا الشيخ واد بدر، ايدك تلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ نمر. ودود تفاح يا فيابة، ودود تفاح يا فيابة، جنونة زي برد السحابة، ودود تفاح يا فيابة، دسوها مني ناس الدبابة، خلوني لنيران عذابة، داج طول الليل دوح. أبويا الشيخ واد بدر، أبويا الشيخ واد بدر، إيدك تلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ نمر. يا سيد البنية، أبوي كلمتك ما عنيا، أبوي كلمتك ما عنيا، من قلبي شيل صورة البنية، رجع النوم لعيني، يكفيني بويا الشيخ جروح. أبويا الشيخ واد بدر، أبويا الشيخ واد بدر، إيدك تلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ نور.
أبويا نسيني البريدة، أبويا نسيني البريدة، قالوا لي أيام عديدة والبريدة جديدة، أرحموني للي روح أبويا الشيخ والبدر، أبويا الشيخ والبدر، بيدك تلثم للصبر، عارف الصبر يا شيخ نمر. أبويا نسيني البريدة، أبويا نسيني البريدة، جوا قلبي نشيله ريدة، أبويا نسيني البريدة، قالوا لي أيام عديدة والبريدة جديدة، أرحموني للي يروح أبويا الشيخ والبدر، أبويا الشيخ والبدر، بيدك تلثم للصبر، عارف الصبر يا شيخنا مر. أبويا الشيخ والبدر، بيدك تلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ نمر. أبويا الشيخ والبدر، أبويا الشيخ والبدر، بيدك تلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ نمر. الشيخ والبدر، أبويا الشيخ والبدر، بيدك تلزمني الصبر، عارف الصبر يا شيخ نمر. شكرا استاذنا طيب عبد الله على الاغنيه اللي واضح انها اتت في الالفيه 2007 الفيه. نعم. يمكن قبل ما نسمعها كنت عايز تحكي لنا عن قصتها. قصتها وانا في المملكه العربيه السعوديه، جاني شاب يعني في العشرينيات من العمر، وهو معجب بالطيب عبد الله، ورجل من أهن الغبش، يعني يتمتع بكل صفات الإنسان الطيب والإنسان البريء، الإنسان السوداني الأصيل. جاني وقال لي يعني أنا ورثت الإعجاب بك من أسرتي، من أمي ومن أبوي ومن أخوالي وعمومتي، يعني أسرتي كلها بتحب الطيب عبد الله، وانتقلت لنا عدوى الحب، وأصبحت يعني أنا من الذين يعني يحبوك بالرغم من فارق السن والزمن. لكن عندي موضوع جابني لك مخصوص، عايز أحكي لك. قلت له تفضل. قال لي أنا كنت بحب في قريتي واحدة حب شديد جدا، وكانت بتبادلني الحب، بس الفرق بيناتنا نحن ناس مساكين ما عندنا حاجة، وهم حالتهم ميسورة، ولما اتقدمت عشان ما اطلب ايده
اعتذروا لي بان البيت مكتوب كتابه يعني بطريقه غير عرفت يعني يا اخي ما في لك سكه وخلاص قفلوا السكه في وشه وقال لي حصلت لي يعني خيبه امل كبيره جدا ادت الى اني اصاب بحاله نفسيه سيئه جدا فاهلي اخذوني للخرطوم عشان يعالجوني عند الدكاتره النفسانيين ديل وخدت فتره طويله جدا وانا في حاله من الاكتئاب والعذاب والالم لاني ما قدرت انساها واخيرا اشاروا على اهلي ان يودوني للفقراء بما فيهم الشيخ والبدر ونحن كلنا كصوفيين بنؤمن بهؤلاء الناس على اعتبارهم اقرب الى الله يعني في كثير من الاحيان من الناس كثيرين جدا بحكم صدقهم وبحكم يعني ولاءهم لله سبحانه وتعالى قال لي اخذوني للناس الشيخ والبدر وهناك بدوا يعالجوني بالقران وبالرقيه وقال ابتديت اشعر بتحسن لكن في نفس الوقت كنت بسال الله عن طريق هذا الشيخ انه يتوسط لي انه انا انسى البدي انساها ويعني خلاص لاني يئست من انه انا اصل اليها ولذلك سالت الله انه الشيخ بدر يتوسط لي عند الله سبحانه وتعالى بحكم انه رجل اقرب الى الله من اي شخص اخر عشان انا انسى البيت فالموضوع ده اخذته انا كسيناريو كشيء كفكره فقمت طبعا الفت القصيده بتاعت ابويا الشيخ ود بدر جيتك تلزم الصبر وعارف الصبر يا شيخ نمر حبيت بنيتا قايمه ذهبه نغيمه زيوه للربابه سألت منها ناس قرابة قالوا لي مكتوب كتابة وين أقبل وين أروح حبيت أدائر بالحلال أبواتها قالوا لي محال درب الوصال لها استحال من يوم هداك وأنا حالي حال ما لي غير أبكي وأنوح يا سلام أبويا جيتك من بعيد كايس علاج زولا بريد زولا عشق ظبيا عنيد خلاني بقوا إما مكون شديد الفاني قبل الروح تروح يا سلام عليك قدود التفاح يا فيابا سنهونا زي برد السحابة دسوها منينا سد بابا خلوني لي نيران عذابة داج طول الليل دوح يا سلام أبويا يا سيد البنية أبوي كلمتك ما هنية من قلبي شيل صورة البنية ورجع النوم لعينية يا سلام يكفيني أبويا الشيخ جروح أبويا نسيني البريدة من جوا قلبي نشيل وريدة يا الله قالوا لي أيام عديدة والبريدة يتم جديدة أرحمونينا لي روح يا أبوي سلام. الشيخ يا سلام جيتك تلزمني الصبر وعارف الصبر يا شيخ نمر يا سلام يا سلام يا سلام أستاذ طيب يعني يمكن قبل وإحنا بنحضر الحلقة دكتور تفضل ب يعني شيء من التعريف للجانب اللحن إنه يعني أكثر من شكل ثلاثة أشكال حددها الدكتور بشكل علمي لكن يمكن قبل الدخول للجانب اللحني جانب الكتابة يعني لكل منا شيء من المعين يعني يستمد منه قاموس اللغوي أو مفرداته ما الذي يمكن أن نحدده كمعين استقى منه أستاذنا الطيب عبد الله الكلمات القدرة على الخطاب والكتابة واختيار وتخير الكلمات ونسجة ونسقة في قصيدة والله أنا دائما يعني يمكن بكتب تحت ظروف يعني مش ما بكتب من أجل الكتابة يعني دائما بنكون في موقف بيدفعني للكتابة يعني ما حصل كتبت أنا قصيدة وإلا
وكان في موقف يعني دفعني لأن أكتب هذه الكلمات. ده بالنسبة لي أنا على يعني على المستوى يعني الإرث الكتابي أو الخطابي أو الشاعري في هذا البلد، في مرجعيات يعني الحقيبة إلى الأثر الكبير في حياة كثير من الفنانين. نعم. على المستويات. نعم. المختلفة. نعم. ممكن يعني نقول إن أيضا صاحبة أثر بالتأكيد يعني على أكيد يعني أيوة يعني مثلا أنا ما كتبت قصيدة إلا وكان لها مرجعية يعني ما أعرف لأي أنت بترمي لأي شيء يعني أنا يمكن قصدت من السؤال إنه يمكن ذكرنا الجانب بتاع الإحساس الذاتي اللي هو المحرك والمحفز والدافع للكتابة. نعم. لكن على مستوى الكتابة لآخرين أو الذين تغنوا بأشكال مختلفة كلنا إذا لم يكن يتأثر بشكل كامل لكن أعجب بكلمات صاغت وجدانه وبالتالي حددت ربما خط الكتابي أو نعم. أنا طبعا يعني تغنيت بكلمات لشعراء مختلفين في مجال الحقيبة وفي مجال الأغنية الحديثة يعني ده يعني كله بيرجع لأنها هي خاطبتني يعني أنا حسيت بأنها كأنما أنا من كتبها أو من يعني ألفها على هذا الأساس يمكن كان الصدق في الحاني لها وأدائي لها وكذا. دكتور أنس جبل قلت ثلاثة أشكال من الألحان وأنت الخبير في مجالك والأستاذ في لا هذا عفو المجال عفو فلو حدثنا عن ما حدثتني به قبل أن ندلي في تسجيل هذه الحلقة. هو نحن كلنا نشترك في الحراك الفني ده في أطر محددة، نحن لا نختلف أنه أغنية الأم درمانية هي ماخذة جزورة وصولة من المديح مرورا بأغنية الحقيبة وبعدين جاءت الأغنية ما تسمى الحديثة اللي استصحبت معها مش الآلات وبس تفكير جديد، ولذلك أصبح في أنماط جديدة من 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 من, من, من التجربة كانت في الشعر أو كانت في التلحين أو كانت حتى في مستوى الأداء الآلي وده ارتفع بحركة الغناء. عندنا مثلا القالب نسميه احنا القالب الثنائي. القالب الثنائي ده هو قالب اي اغنيه حقيبه، قالب اي بدحه، مطلع كوبلي يتكرر المطلع كوبلي ثاني يتكرر وهكذا، فالناس بيقوا يسموه دائري لكن هو حقيقه هو هو هو, هو القالب الثنائي الدائري يعني بيلف المطلع والكوبلي المطلع والكوبلي لغايه الاغنيه. ده عند الطيب عبد الله موجود مثلا اقول في مثلا الأغنية الأولى اللي غنيتها بتاعت الحقيبة والله من في الحديث لا في الحديث بتاعت ممكن الغناء سيف الغناء سيف اللون لقيت واقف شنو؟ واقف منتظر اللي هي فيها مطلع ياتي أغنية تمد الإيد وتتسالم المطلع بعدين الكوبلي كوبليه ده يتكرر ثلاث مرات. نعم. بالكلمات اختلفت لكن اللحن هو ذاته. لكن تمد الايد والسلام دي بتجي طوالي في بتملى الفراغ بين الكوبليه والثاني. ده كلنا عملناه. استاذ طيب عمله لكن كل زول عنده اللمسات بتاعته في تشكيل اللحن يعني. البساطه، عدم تعقيد اللزمات الموسيقيه، سهوله الانتقال، حاجات عنده دي بطبعه عند استاذنا الطيب عبد الله. في تلقى اغنيه السرد اللي هي دي اللي هي يا فتاتي اللي هي دي حاجه كده نقول كولاج حاجه كده لمت الانشاد مع الدوبيت مع الاغنيه الحديثه في حاجه ماشيه كده من الاول للاخر من الاول للاخر ما في حاجه في النص توقفها. لكن دي انا سميها اغنيه السرد اللي هي سرد يعني معناها سرد كامل من الاول للاخر. في الاغنيه بتاعت يا فتاتي حتى الاستاذ عبد الله لما ختم ب وساكتم الجراحه في كبدي غائرات ما لها عدده زبان كانت في الصوت الفوقاني. أيوه. لما قفلها في الصوت الحاد برضه في صول. نعم صحيح.
برضه في صول يعني حاجه غريبه جدا جدا في المساله دي. الاغنيه الكبيره عنده اغنيتين بقى ممتازات جدا جدا. واحده نحن لما كنا في كسل اسرتنا خالص خالص انا ما عارف ليه بتتغنى، السنين. نعم السنين دي طبعا ما في سوداني ما حافظها بصراحه كده يعني، حتى استاذنا وردي حافظه وكلنا كنا بنغنيها وكده، واغنيه فيها سلاسه وفيها موضوع وفيها شكل من اشكال التلوين. في اغنيه ثانيه اللي هي لقيت واقف منتظر، ايوه دي حقيبيه خالص خالص، ايوه اللي هي هو شال المطلع بتاع ولقيت واقف منتظر، شال اللحن ده عملوا موسيقى استهلا بيه حتى بدا يغني، فبقى زي لما تقول مثلا عند احمد المصطفى. لكنه لا انا في رؤيتي انه ايضا هو تمرد على الحقيبه في 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 داخل اللحن، في داخل اكيد اكيد يعني اخذ أكيد الحقيبه النسق بتاعها في المطلع. اكيد يا استاذ اكيد يا سيف، وتمرد في الداخل لما اقول لك من كم سنه لا هو عارف ولا انا، يلا ده لحن جديد، ده موجود جوا، بعدين يا الله جيت قبل الميعاد ولا الزمن غفلني جاد زاد، ده برضه لحن جديد. انا ما ادري الالوان داخل الاطار، ده الالوان داخل داخل الاطار، ده تجديد بتاع الزول يعني، عملها برواز يعني مثلا زي ما نعم زي محمد وردي لما عمل المقدمه الموسيقيه بتاعت قسم بمحك البدري مش كده؟ نعم ايوه، لكن حافظ على اللحن. ايوه فهي كده يعني، افتكر كل فنان فينا عمل 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 اضافه، بس اضافات. والغريبه يعني انا ما عارف اقول الكلام ده، الاستاذ الطيب عبد الله ده بحكم انتاجه فتره محدوده صغيره بالمناسبه، يعني اقول من سنه 62 غنيت في المسرح، لكن جيت العاصمه كم 63 64 جيت انا طبعا في منتصف 62 وبعد ذاك تلقى الانتاج كله، الانتاج بتاع كل الانتاج الثر الجميل ده المتلون كله اللي هي زي 13 14 اغنيه مش كده؟ صح بالضبط كده، في فتره وجيزه جدا، في فتره وجيزه، وقام بعد ذاك اما بطل الغنى ولا حصلت حاجه وقام اغترب. في الفتره دي قدم فيها الاستاذ طيب، كان فيها يعني متقدم جدا جدا في مقدمه الصفوف، والناس كلهم كانوا بيتنافسوا في هو في هو عطاء متصل من 62 لغايه 89 في اتصال مباشر. نعم. مع الجمهور في الحفلات، في الالحان الجديده، في المقابلات، في الاذاعه، في التلفزيون، في غيره. الرجل ثبت اقدام تجربه موسيقيه ممتازه جدا جدا وظلت متواجده، يعني كان بيتكلم هو وما اقترب، لكن اغانيه كانت بجاي محافظه على 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 وجود الطيب عبد الله رضا. Thank you.
بالسنوات بعد فرقتنا بالسنوات نسيت أسباب خصامنا بالبال سلامك ما خطر بالبال سلامك ما خطر بالبال
غريب اللي ناني قبل ونتعاتب بدون كلمات حسا في الفؤاد في الفؤاد رعشات أشوفك تبكي يا غالي بشوفك تبكي يا غالي على الماضي وزمان الفات سيف. شكرا على ادائك، يعني يمكن احنا امننا على انه بصمه الصوت يعني لها القدره التطريبيه من فنان لاخر مع الحفظ التام والكامل لجمال كل صوت على حده. دليد ونسالم طبعا كلمات تيسير عباس. تيسير عباس وهي اغنيه اثره يعني حقيقه. بعدين يعني هي انا وسيف بيغني فيها، انا بحس بانه فعلا اداها منه. ايوه، لكن برضه طه عبد الله موجود. الاخ سيف ربنا حباه بمقدره يعني صحيح مقدره عظيمه جدا في انه يلتقط اجمل اول حاجه الاغنيات الموجوده. عزال يعني عزال ايوه عزال. بعدين عزال وحفيظ وحفيظ وزكي، وبعدين
صوت جميل وأداء سليم، ودي طبعا ما بدي ربنا لنسألك أي زول يعني اللهم إلا يعني يكون بحبه فعلا، وأسأل الله إنه يحافظ عليها يعني. نعم. ودي نعمة من نعم الله على الإنسان يعني. خصصنا الحلقات الإبتدارية لنكون في معية أستاذنا الطيب عبد الله. أنا لا أقول كلمات في حق ولا أقول استقبال ولا شحذ للمشاعر والكلمات في نظم ما يليق بمقامه، لكن تخيلنا أن نبتدر بهذه الحلقات وأن نكون في حضرة الطيب عبد الله بعد كل هذه السنوات وكل هذه الأعمال الجميلة والقيمة والقديرة. يعني أنت قلت إحنا عايزين كبير، محتاجين إنه اللي ما عنده كبير بيجيب له كبير، فيعني يمكن كلمة ليك في عودة الأستاذ طيب عبد الله هي ميلاد جديد لأستاذ الطيب إنه يختزل العشرين سنة دي ويكاد يكون هو أخذ منها شوية تجربة كده وجاء عشان يفتح صفحة جديدة. هذه الصفحة هي ما تفتح للطيب عبد الله زي ما تفضل قبلك الأستاذ سيف الجامعة بأنه عودة الروح إلى حركة التجديد وترسيخ غناء، أنا قلت مرة في الإذاعة في لا يقل عن، كنت بقدم برنامج من ربع الغناء السوداني، فيما لا يقل عن 3000 أغنية من أجمل الأغنيات في تاريخ دي ما قعدت بس عايزين نعيدها. لما نعيدها بنعيد الزمن الجميل، بنحفز الآخرين على أن يقدموا الجديد وننتقل إلى مرحلة جديدة. وجود الطيب عبد الله معانا هو شيخنا وهو كبيرنا علمنا الإبداع الله يبارك وكل ما هو جديد. ونحن يعني صحيح أنا يعني يمكن أقرب سناً إلى يمكن أكاد يكون قدره أو أكبر منه، لكن تتلمزنا على المدرسة دي، تتلمزنا على أنه كنا في كسلة، لكن لأنه كان وجود جديد أنا أفتكر أن وجوده الآن هو محفز لنا. وأنا أرجو من الوسائط، كتر خيركم يا أهل الشروق مبادرين دائماً، أرجو من كل الوسائط أن تهتم بمنتاج أستاذ طيب عبد الله، بالتوسيق له، بإعطاء الفرصة ليقدم الجديد ويعيد إنتاج القديم. ليه هذه بدل تلميذ أنس العاقب هيكون تلاميذ كتار، وفي ناس كتار ما سمعوه وفي ناس كتار حيسمعوه، فبالتالي حيجونا ناس آخرين. الحركة الموسيقية الغنية حتتحرك يا سلمى، وما تتحرك إلا يكون عندها محرك، والمحرك دلوقتي لنا هو كبيرنا، مش كبيرنا بس، كبيرنا بالتجربة، كبيرنا بالأستاذة بالمحبة. والطيب عبد الله ده بالمناسبة نحن تحدثنا عنه قدامه، هذا شخص رهيف خفيف حساس شفيف إلى درجة أنه مرات يصعب أنك تتعامل معه من كثر ما تخاف عليه وبيخاف عليك. فزول زي ده يعني نادر، أنا ما نفاق له، ده أنا بعرفه طيب بعرفه عشنا مع بعض ومر بتجارب مريرة جدا جدا وتجاوزها والحمد لله. أنا أفتكر أنه ده تشريف للطيب الشروق، أنا يعني ممتن جدا جدا للشروق، ممتن جدا جدا لمشاركة الناس. وهذا السيف واحد أيضا من الناس الممكن يساهموا في هذه المسألة، وعنده استعداد بالمناسبة، بيدري واحد من الناس اللي بيحب الغنى شديد جدا، وزول بيحب الغنى شديد جدا جدا بيمشي لقدام. عشان كده دل كلنا حنبقى الناس اللي حنتقدم لقدام. أنا أفتكر عبد الله أنت وسطنا الآن كبيرنا. شكرا جزيلا. ما بالسن بالتجربة. لو سمحت لي بإضافة صغيرة يعني في هذا السياق، يعني هذا العود الحميد لأستاذ الطيب أنا أصير، ويمكن في الحلقات الفاتت يعني أخونا فيصل عبد اللطيف أيضا أشار إلى إنه عودة الطيب عبد الله هي عودة العافية يعني للأغنية السودانية وللساحة الفنية السودانية، وعودة إحساس جميل رقيق حلو في يعني أنا أفتكر إنه هو نسمة ربيع داخل عاصفة في وسطنا الفني، يعني يمكن توقيت غريب جدا اللي رجع فيه الطيب. يعني أنا أتمنى إنه بعودة الطيب ترجع يعني كثير من
حالات الود والمحبة والتهادي والعشرة الطيبة اللي كانت سائدة في زمن الطيب، وإنه عودته يعني تمسح عننا كثير من أحزان الغياب اللي كانت في السنة اللي فاتت، يعني سنة يعني رحيل العندليب الأسمى، رحيل فنان أفريقي الأول محمد وردي، ورحيل عثمان حسين، ورحيل إبراهيم عوض. أتمنى أنه ربنا يطول في عمره وينشغل معانا. هي عادة يعني كثير من اللحمة وكثير من القلق يعني للساحة. أستاذنا الطيب، يعني أنا لا أجد كلمات أضيفة لما ذكروا دكتور أنس وأستاذ سيف، إلا أنك أنت كمطر العافية أينما وقع نفع، وفي هذه الأرض نحتاج لهذا المطر للسقيا وللإرتواء ولإنبات الغرس الطيب، لأن هذه الأرض تحمل في داخلها الطيبة إنسانا وأرضا ومكانا. أنا على المستوى الإنساني والشخصي سعدت جدا بلقائك في هذه الحلقات الأولى من سكة وتر. عودتك هي زي ما ذكر سيف وذكر فيصل، هي عودة لعافية هذا الجسد السوداني الإنساني بمعطياته المختلفة فنيا وإنسانيا، وهي يعني دعوة مش دعوة، هي بالفعل يعني محاولة جادة وناجحة بإذن الله تعالى لإعادة الذائقة السمعية للمتلقيين بحضورك الشفيف والأنيق داخل هذا البلد الجميل. سيف، وصلنا إلى خواتيم ليس هذه الحلقة لكن الحلقات اللي حاولنا فيها أن نكرم ونوسم أستاذنا الطيب عبد الله من خلال سكة وتر، لعلنا أوفينا هذه المسيرة جزءا من الحق. سيف الشادن الكاثير نيريدو، هلك النفوس والناس تريده.
حبيبنا And
ارحم مريد حبيبي يا شاد. شكرا لك يا سيف وشكرا على ادائك للاغنيه. وانا ممكن في خواتيم هذه الحلقات يعني بنشكرك الشكر الجميل والجزيل على وجودك معنا طيل تسجيل حلقاتنا المخصصه للاستاذ طيب عبد الله، على حبك، على صبرك، على يعني اتقانك، على حرصك على انه نبادله الحب، الحب والوفاء بالعرفان. شكرا كثير يا سيف. ده كان واجب وتمليه يعني ضرورات لا يمكن وصفها اصلا يعني على المستوى الانساني فيما يجمعني بالطيب وفيما يجمعني بكل تيم العمل في الشروق وما يجمعني بهذا الوطن يعني من نحن كلنا بنشترك في حب الطيب عبد الله. وانا ما شايف انه انا عملت حاجه، بل بالعكس انا مفتكر انه انا كسبت كثير جدا. استاذي يا طيب عبد الله انا ممتنه وشاكره لجميل وكرم حضورك معنا في هذه الحلقه. وانا لا املك في هذه اللحظات الا ان اقول لكم انا يعني لا املك غير ان اقول لكم شكرا جزيلا واعطيتموني اكثر مما استحق. لا والله لا تستحق. نعم. والله لا اشكر الشروق هذا واجبنا يا استاذ التي يعني اعطتني هذه الفرصه وجملت ليالينا بوجودك معنا وبوجود هؤلاء الاساتذه سيف الجامعه والاستاذ الدكتور انس العاقب والابن العزيز فيصل عبد اللطيف والشاب عماد وكل هؤلاء العاملين الذين سهروا معنا وتعذبوا كثيرا ليخرجوا هذا البرنامج في أجمل صورة تسعد المشاهدين. أنا شاكر وممتنة لجميل حضورك، ربنا يديك الصحة والعافية. أشكرك. وتزين وتجمل سماوات الوطن بالإبداع كما عودتنا. الشكر لكل الذين تابعونا ورافقونا في سكة وتر. شكرا كثير دكتور أنس. شكرا سيف. وأنا شاكرة كثير، كثر خيرك. كثر خيرك. شكرا كثير. ألف شكر. ألف شكر. إذا كانت لقيا بعظم وقامة وسموق وجمال أستاذنا الطيب عبد الله، علمنا فيها أن الحب في هذا البلد هو تبادل شفيف ما بين العرفان والامتنان والاعتراف بقيمة الأجمل في حياتنا. شكرا لكل الذين تابعونا ورافقونا المزيد من الخطوات قادمة وآتية ضمن هذه السكة، سكة وتر. كونوا دوما في أمان.